ينظر أبو إيلي بحسرة إلى ميناء أفنى عمره فيه، فكل خيط تجاعيد في وجهه يحكي قصة صيد أو حكاية نصب شباك. أنا صار لي حبيبي 52 سنة بالبحر، نحنا ما عرفنا كيف وقف هالجبل الزبالة، هلأ صار جبل تاني كله زبالة، ونحنا شايف حالتنا، 10 جوعان يوم شبعان. يا خيي كل الزعماء خلي ياخذوا اللي بدهم اياه، بس خلي يدشونا للبحر لنعيش، نحن خيي لنعيش لناكل بما انه خبز ناشف. قد تصبح إدان الفؤرة وشباك الصيادين عاطلة من العمل، فميناء الدورة مهدد بالإقفال بعد فتح مكب برج حمود. هاي المنطقة اللي عم بيتمروا فيها لا يعملوا مكب أو لا يعملوا مطمر، ما بعرف شو بيسموه، هيدي أرض، هيدا شاطئ ببيض فيه السمك، ببزر بويضايته وبيتكاتر فيه، وأكثر من هيك الزلاحف اللي هن الدولة عم تدعي إنه هي عم تحمي الزلاحف مشان البيئة، كمان هيدا الشاطئ هو مبيض للزلاحف ومربى للزلاحف. نجول حول المكب لتتضح الصورة أكثر، بقايا جبل النفايات ومعالم المطمر الحديث. عنا برج حمود صار جبل أرارات، جبل أرارات صار له أكثر من 15 سنة، وفي عنا جبل جديد عم نعملها مصيص، جبل مصيص، جبل الصغير، عرفت كيف؟ هلا بالشتاء يمكن يتلج عليهم شوية تلج، هلا مبين على الصغير انه في شوية تلج عليه، عرفت كيف؟ ايه، وبنحط لهم تلفليكات لا يطلعوا يعملوا تزلق. الصيادون يهددون بثورة قد يصبح معها المشهد هكذا، صمت يحاكي الموت. لأنه أنا رح أذكر الدولة بالثورة اللي صارت بصيدا أيام البروتيين، مين كان السبب وليه كانت الثورة وشو انضلع منها بالأحداث اللبنانية اللي منتأسف عليها وياريت ما صارت. يعني نحن إذا ضلت المضيعة على مرفق الدالية وعلى مرفق الجناح وعلى مرفق الدورة راح نقوم بثورة صيادين، بثورة شاملة على الشاطئ اللبناني. ولكن من قال أن مسؤولين يسمعون صرخة صياد، فالذي يكون قوته السوشي والسمو لن يتأثر بغياب المواسطة والسردين.